أهلا بكم مشاهدينا في رسالتنا الخاصة باليوم الرابع لبطولة الكأس الدولية تحت 17 سنة. كواليسنا مستمرة فابقوا معنا. مشاهدينا غدا اليوم راح يكون مع فريق الوداد المغربي، تعالوا نشوف اذا استغنوا عن الطاجين. اهلا بالمغاربه في قطر. شكرا جزيلا. كيف كان الاكل؟ الاكل كان ممتاز بس ماشي بحال الاكل ديال المغرب. يعني قصدك الطاجين؟ نعم الطاجين بالزيت هو بسطيله. نعم. شو رايك في مهنه المذيع او الريبورتر؟ مزيان قرات شكون بحال تغير اليوم شو رايك؟ راح نبدا بلاعب ميما مدافع ايسر. كيف كانت تجربتك بقطر؟ تجربتي بقطر كانت جميله، اللي هي اول مره خارج المغرب. الحمد لله تشجعنا باش نعاودو نديرو بحال. شكرا. معنا اللاعب الولجي، واش توحشتي العائلة ديالك؟ توحشت العائلة ديالي. آخر شخص عيطتي له من العائلة ديالك؟ أخ ديالي، خويا. معنا اللاعب الواصلي، الله يدوي لينا على تشاودولينا على التجربه ديالو وعلى المقابلات اللي كانوا عندنا في قطر. خويا اش نقول لك؟ الماتش راه الحمد لله بخير، والدراري تقاتلوا راه ما دابا نقولوا لهم راضي بهم ولا لا؟ راضي بهم، روح رياضية. معنا دابا لاعب حرشه، اللي يدولينا انت هو على الاكل ديال قطر. والاكل ديال قطر ما كيعجبنيش، الاكل ديال قطر بالحقيقه ما يعجبنيش. درني في كرجي. ان شاء الله توحشنا الاكل ديال المغرب، قريب نمشيو للمغرب نضربوا الاكل. معنا الان اللاعب شهيد، اللي يدوي لنا على هاد الخرجات اللي نظموا لنا المؤطرين ديالنا، واش عجبوه وشنو كان المثير فيه؟ هاد الخرجات كانوا في مستوى، وهاد الخرجه استفدنا منها بزاف الحوايج، وان شاء الله هاد الخرجه تعاود مره اخرى. طا موريد احسن حارس في المقابله ديال البارح، دولينا على التجربه ديالو البارح وكيفاش كان الماتش. الماتش كان مزيان، الدراري داروا المجهود ديالهم، وباقي لنا ماتش ضد تركيا، واحد الفرقه من تركيا، ان شاء الله نربحوا. موريد غني لينا. اش نغني؟ غني لينا جسم بيبر المغرب. اش غني؟ كلشي معاك، دموع على ميمات، دوز عند الاخر. حياتنا سبيطارة يكفينا جيوم باسي ونعيشوها كيف ندير احكي صافي وكي حاسبك تبكي بلا حال يا حسين عوانها يا ديك الأميمة يا ديما في بالها يا ديك الحنينة الله يسمح لينا من والدينا حبك يا الحمرة البلية اللي فينا كيف صون التليفون ولدي اش اخبارك سقسين وبلا مسطون نتمنى البصرة عساك ام سوري ماي مادر وبليش نكون حاضر ما عندي ما نخبي جمرة شعلة في قلبي يدوب الفي عسي أوه 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 أوه
الأولى. أكيد مش آخر تجربة صح؟ إن شاء الله. المهم الطاجين. المهم هو الطاجين. يلا قول للشيف لسه فيه أسبوع قدامكم، قول له أنا بطاجين. ما يعرفش يديروا لا. الطاجين ديال الوالدين هو اللي مزيان. اوكي شو هو حلمك؟ حلمي ان اصبح لاعب كرة قدم محترف. وين حاب تحترف؟ طبعا الوداد صح؟ بعد الوداد؟ بعد الوداد لما لا فريق اوروبي. اي فريق؟ برشلونة. ليش لا برشلونة؟ ان شاء الله بنشوفك يوم الايام في برشلونة. لماذا ان شاء الله. مشاهدينا مواصلين مع فريق غوانزو، خلينا نشوف وين رايحين. Do you know where are you going? In center of the Qatar, I think. You think? Yes, the center of the Qatar. How do you imagine the center of Qatar? I think it's how to say, a lot of person will go around and lots of people. You mean? Yes, and to sit and to drink coffee and talk for each other. I think it's okay. Very good center. Yes. Okay. We will see. Okay. Thank you. We'll be right back.
ويلكم ويلكم هنا وريو هاي هلا ويلكم وين يزورنا في سوق واقف اهلا وسهلا فيكم ويلكم ويلكم سوق واقف هاو ار يو هاي هلا ويلكم نيها هاو ار يو مشاهدينا وصلنا مع فريق جوانزو الى سوق واقف خلونا نشاركهم جولتهم Jay, how are you? I'm fine, thanks. He speaks English. Okay. Jay, how did you find Qatar? How is Qatar? 挺好的，只不过可能空气很新鲜，然后天气也很好，只不过可能一些文化的差异会跟中国有些不一样。How is the tournament? Al-Kas tournament. 就是这个对手的水平都比较高。然后跟我们平时的节奏什么都不一样，然后来这边见识了一下什么是真正的世界级的足球水平。مشاهدينا واحنا نتجول في سوق واقف التقينا او شفنا ما بعيد زميلنا وينه 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 هلو اهلا اهلا سمية شو تعمل هنا؟ والله صدفة جينا نغطيو فريق جوانزو الصيني لان يعني مجموعة من الفرق تذوق المعالم السياحية والاقتصادية والتراثية لدولة قطر فجينا مع الفريق ومرحبا بكم معنا ايضا في التغطية تحب سوق واقف؟ والله يعني هذا هو المكان المفضل بالنسبه لي نسكن هنا قريب في سي سنتر لكن سوق واقف هو المكان المفضل لانه يشبه شيئا ما المعالم التراثيه اللي موجوده في المغرب كيف شفت هالبطوله بطوله الكاس الدولي للحين تقام في الدوحه والله اول يوم اغيب على المباريات لكن نرجع لها في الليل ان شاء الله مباريات يعني تجمع خيره وصفوه الانديه العالميه الموجوده وهذا كيؤكد بان يعني بطوله الكاس تاخذ يعني حيزا ومكانه رفيعه بين المنافسات وربما هي من الافضل على المستوى العالمي بالنسبه لاقل من 17 سنه مشاهدينا مواصلين وياكم